اخبار النادي الاهلي في المواقع، لكن قبل ما نروح للفقره دي في خبر مهم دلوقتي وهو خاص بالنادي الاهلي واللي ارسل خطاب لوزاره الشباب والرياضه للرد على كافه الملاحظات التي اوردتها الوزاره في خطابها الوارد للنادي بتاريخ 4 اكتوبر الحالي. واضاف العميد محمد مرجان طبعا المدير التنفيذي للنادي الاهلي ان الخطاب تضمن الرد على 22 ملحوظه. الوزاره كانت يعني خلال فتره او زياره سابقه كانت خدت 22 ملحوظه بالنسبه للنادي الاهلي. الملاحظات دي كلها كانت في عهد مجالس ادارات النادي الاهلي السابقه بدايه من 2007 حتى 2017، والنادي قام بالرد عليها وارسال المستندات الخاصه بكل ملحوظه على حده. كمان اوضح المدير التنفيذي العميد محمد مرجان ان رد الاهلي تم ارساله اليوم وفقا للموعد القانوني المحدد من قبل الوزاره، واللي هي حددت طبعا النهارده الخميس الموافق 18 اكتوبر كاخر موعد لتلقي رد الاهلي على ملاحظات الوزاره. ده اكيد ده كان خبر مهم جدا كان لازم نقوله بالنسبه لكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال قناه النادي الاهلي دلوقتي. طيب نروح نشوف اهم العناوين الخاصه بالنادي الاهلي في المواقع. اليوم السابع، خالد مرتجي الخطيب يعمل 12 ساعه ويتجاهل تعليمات الاطباء. البوابه نيوز اليوم مزايده علنيه لبيع حقوق رعايه ملابس الاهلي. في الجول، الأهلي نضغط بقوة لضم ثنائي الاتصالات. فيتو يوسف يكشف موعد عودة وليد أزارو إلى القاهرة. كورة، الأهلي يوضح حقيقة العروض الفرنسية لأزارو. الفجر، الأهلي يعلن موعد عودة باسم علي للتدريبات الجماعية. اليوم السابع، الأهلي يشرح تطورات علاج أجاييه من إصابة الركبة. 1-3، سمير عدلي يغادر إلى الجزائر غدا. سوبر كورة، الأهلي يحدد موعد عودته من الجزائر بعد مواجهة أفاق ستيف، إن شاء الله يعودوا منتصرين. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، بعثة السباحة تعود للقاهرة بعد المشاركة في بطولة بلغاريا الدولية. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، جوهر نبيل يشكر سفير مصر بكوديفوار. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، كاراتيه الأهلي يتسلم الدرع العام لبطولة القاهرة.